الله والكرة من توني كروس وكروس للريال والريال عن طريق خمس خمس باي باي رجع كرة جول الهدف الأول ديال المريدي كريستيانو رونالدو من قال لكم أنه خلص من قال لكم أنه انتهى من قال لكم أنه كرويا مات هذه هي هدية الدول للمشككين وهذه فرحة أولى للملكيين 1-0 كرة ولا أروع خرجت من بنزيما يحتاج الريال هنا قوة بنزيما يجي من الخلف يحل اللعب الألماني حل الفرجة والكرة والشو وصل كرة خماس خماس قالوا تصرف يا تيجي بي تيجي بي قالوا الأعمال عليك أضربوا الكرة فيك يا بوركي 1-0 للريال مدريد عن طريق كريستيانو في هدفه 95 ده شامبيونز و 98 في تاريخ الويفا قلت مستبعد انه يسجل هاتريك اليوم ويوصل المئوية اليوم لكن هذا مجنون رونالدو مجنون هل اعتذرت يا زيدان او هو قال لك وهمس سامحني يا كوتش بين هذا وذاك صرح ابو تراجينيو لا مشاكل في المرينج 2016 بكاس المربع الماني اللي عندها دائما اقوى المهاجمين والكوره والحارس وهدف التعادل وهدف التعادل لبروسيا هديه مدريديه من الريال اولها خطا من راموس والثانيه ارتباك من فاران والثالثه سوء تصدي وتقدير من الحارس كيلر ناباس وهدف التعادل للفريق الالماني اللي ما كانش على البال وعلى الخاطر هدف التعادل الكبير الالماني بروسيا يسجل هدف في خواتيم الشوط الاول ويقلب المباراه على المرينجي هدف شرعي صحيح هدف سليم شوف الارتباك مش ممكن كيلور مش ممكن فاران والكره دخلت ممكن اوباميانغ ممكن اوباميانغ هو من امنها اوباميانغ هو من يفتتح شريط الاهداف في هذه المباراه للفريق الالماني بروسيا دورتموند نعم في راي الكره ما زالت ما دخلتش من تسديده جيريرو جيريرو خطا من راموس فاول من الحارس وخطا من فاران والكره في الشباك ثلاثه اخطاء برشا في قيمه المباراه